أمام حضراتكم رويترز نقلا عن مسؤولين كبار، كاد يكون من المؤكد أن محمد شمشك سيكون في الحكومة الجديدة كنائب للرئيس أو كوزير. محمد شمشك له يعني مجهودات كبيرة في أن ينهض بالاقتصاد التركي في السنوات والحقب الماضية، لذلك يرجح كثيرون بعد عقد هذا الاجتماع الذي جمع بينه وبين أردوغان في أن يتولى شمشك يعني حقيبة الاقتصاد والمالية. الأمر الآخر من المتوقع أيضا نقلا عن وكالة الأنباء الأمريكية رويترز، وكالة معروفة وشهيرة للغاية، بأن يكون المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان في مجلس الوزراء. البعض يقول بأنه هاكان فيدان سيصبح إما وزيرا للخارجية أو وزيرا للداخلية. البعض الآخر يقول بأن إبراهيم كالين بنسبة كبيرة سيصبح وزيرا للخارجية، لكن كلها تسريبات.